يا لهوي ما كل شويه حضرتك بقى فيكي. بعدين ايه المكان ده؟ ماله المكان ده زي الفل في ايه؟ اقول لك ايه، انا هعرفك على الراجل ده وامشي على طول عشان عندي معاد معاه. لا الندله دي لا طبعا. وانا مالي مش حشرني بينك وانت الاثنين هتعرفوا ان شاء الله عشان تتجوزوا. انا مالي بقى؟ طب هو عنده كام سنه؟ 30 سنه. ما اتجوزش قبل كده، عنده شقه في سكن الشباب 75 متر، والباقي انت هتعرفيه. يلا. طب هو عارف ان هو عارف كل حاجه؟ والله العظيم عارف كل حاجه وحكي له على كل حاجه. مالكي بنت مسمتحه كده ليه؟ شايفه البنات عاملين ازاي يا ورد وانا لبسي قديم ازاي؟ ماله لبسك؟ انت زي القمر. وبعدين ايه اللي عاجبك فيها؟ دي شبه الرجاله في شعرها ده، انت بقى زي القمر وانا عامله لك شعر. يلا بقى ربنا يخليكي. يلا افردي وشك كده واضحكي. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذ محمود ناديه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب اتفضلوا واقفين ليه؟ اتفضل. معلش بقى انا هستأذنك عشان عندي ميعاد. بس طب خليكي معانا شويه ورد. اقعدي معانا شويه. معلش بقى مره تانية. على طول كده. شرفنا بيك. شكرا. شكلك بتحبيها قوي على فكره. ورد دي زي اختي. ربنا يخليكوا لبعض. كانت قالت لي انك معاكي دبلوم تجاره حاجه زي كده. فعلا معايا دبلوم تجاره، بس الحقيقه انا لا عمري حبيتها ولا فكرت اشتغل بيها. ليه؟ يعني تقدر تقول اني بحب التطريز والخياطه اكتر. انا حتى المفصله الهدوم دي. بجد؟ ذوقك حلو قوي على فكره، ولايق عليكي يعني، غير مختلف غير لبس كل البنات الالوان الكتير اللي بيلبسوها دي. معلش سوري، انا طلبت قهوه قبل ما تيجي. تحبي تشربي ايه؟ ممكن اشرب شاي. اوكي. يا بنت عايز اعرف انت سحباني ورايحة على فين كده؟ تعالى مش قاعد معاكي في حتة. تعالى بقى والنبي تعالى اسمع الكلام بقى. بسرعة يا حسن. نور يا مجنونة انت. من هنا. يا بنت واخداني على فين؟ تعالى بس. كده. كده؟ بس خلي بالك ولا ايه؟ هننزل تحت؟ انزل انت الاول. حاسب يلا على ما بعدين كده كده؟ انزل. فاني يا ورد. يلا اقعد. اقعد فين؟ هنا. يعني انت جايبالي المشوار ده كله عشان تقعديني هنا؟ تعالى بس، تعالى بس يا حسن والنبي بالراحه عليا، انا دايما باجي هنا اقعد لوحدي. تيجي هنا لوحدك؟ تيجي لوحدك تعملي هنا يا بنت؟ ما تخافش. الله بالراحه. ايوه عليك يا حسن. اقعد اقعد بس. اقعد وانا هحكي لك. بص يا سيدي، انا دايما باجي هنا واغلب ادعي لك واقول يا رب ترجع لي بالسلام. وكمان ايام امتحاناتك كنت باجي هنا واقول يا رب تنجح يا رب، والماده اللي تخلص منها ما ترجعش تذاكرها تاني ابدا يا حسن. اذا كان كده ماشي، كده يبقى سر وباتح. مش قلت لك سر وباتح؟ ماشي. استني انت بتعملي ايه؟ انت نسيت ان انا معاكي ولا ايه يا بت؟ خدي امسكي. لا قولي الاول انت نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في حسن؟ نفسك في ابو علي؟ انا اقول لك نفسي في ايه؟ نفسي بنت ورد اجيب لك احلى بيت في اسكندريه كلها. ارجع كل يوم من الشغل تعبان، تعملي اكل بايدك الحلوين دول ينسوني تعب اليوم كله. بعد ما ناكل نقعد في البلكونه نشرب شاي. البلكونه دي لازم تبقى بتبص على البحر. تقعدي بقى تحكي لي ايه اللي حصل النهارده، الواد رشيد كسر لك ايه في البيت. رشيدي مين؟ رشيدي مين؟ رشيدي ابننا يا بت. يا لهوي، انت هسميه رشيدي؟ امال اسميه سوسو؟ حرام عليك يا حسن، ده عيل صغير ما يستحملش. ايه المشكله يا بت؟ ما ابويا كان اسمه رشيد وهو صغير، وكبر بقى اسمه رشيد ده برضه مفيش حاجه. خلاص يا حسن اللي تشوفه. يلا ايه انت بقى قولي نفسك في ايه؟ استني انت رايحه فين؟ يا بنت بقى براحتك، احنا صارفين. جري يا عم البحر. يا عم اهدى. خلاص انا قلت كل اللي انا نفسي فيه. نفسك في ايه بقى؟ نفسي تفضل معايا على طول يا حسن. بس كده؟ هاتي بقى عندنا الواجب ده بحر. ايه؟ الجنيه ده هيفضل معايا. ليه يا حسن؟ عشان الأغنية دي اللي حققت مش الراحة. أنا عارف إن البنات بتحب الشوكولاتة، فأنا قررت أجيب معايا واحدة وأنا جاي. والله لو البنت اللي هو أنت طبعًا طلعت لطيفة هديها لها. اتفضلي. بس
طب ولو كانت طلعت مش لطيفة؟ كنت أنا أولى طبعاً، يعني هو هيبقى موت وخراب ديار. اتفضل. شكراً. أنت عارف أنا بحب الشوكولاتة. بس الدكتور منعني عنها. على فكرة هو مش قاعدة يعني، مش في كل الحالات بيبقى مضر، في حالات مضرة وحالات عادي. مش أزمة يعني. بس لما تلاقيني خبرة في موضوع أمراض القلب ده بالذات. هو أنت كمان؟ لا لا مش أنا، يعني مامتي كده وخالاتي الاثنين كده. وبنت خالي الصغيرة برضو، يعني زي ما تقولي مرض القلب ده وراثة في عائلتنا، خصوصا البنات كمان. ربنا يشفيه. فمن صغري بتعامل مع الموضوع ده على انه عادي، مش حاجة كبيرة يعني، زي دور البرد كده، عمري ما في يوم يعني حسيت ان والدتي عندها أي مشاكل. اه بس يعني في ناس عندهم مشاكل. يعني أنا مثلا ممنوع عني المجهود زيادة. يعني ما ينفعش يكون عندي أولاد. ما ينفعش يكون عندك أولاد؟ ليه من فضلك؟ عشان زي ما انت قلت المرض ده حالات وحالات، وانا حالتي ما ينفعش معايا. هو طبعا اكيد ربنا بيحبك وعشان يختبرك بحاجه زي دي. وعلى فكره الاطفال مش عند كل الناس حاجه مهمه يعني، في ناس بتفرق مع الاطفال، ناس ما بتفرقش، هو ناس وناس زي حالات وحالات. بس هو انا بالنسبه لي موضوع الخلفه ده مهم. هو انت طبعا انسانه كويسه واكيد ربنا شالك حاجه احسن، انت انسانه جميله وكويسه. كفايه عياط بقى يا حبيبي، عينيك يا قلبي. اقطعوا العريس هو وامه، واقطعوا انا كمان. خليتك تنزلي عشان تقابلي، ما كانش قصدي. معلش يا دنيا، حقك عليا. تعالي يا ورد. عشان خاطرك اقعدي هديها يا ورد، عشان ابو كرش الزمن جاي يا دنيا. ما قلتلوش ليه يا ورد؟ والله يسوق عليا، وبعدين انا كنت فاكره يعني انه هيقدر ويفهم. هو ما فهمش يا ورد، ما فهمش. ده اول مره دي ايه؟ ده بقى عيلته كلها عيانين زيي، جاي متفصل ومتطرز جاهز يا ورد، وبرضه ما فهمش. انا ليه ما تعملي كده في نفسك؟ حقك عليا، انا اسفه. انا مش زعلانه منك يا ورد، ومش زعلانه منه. أنا زعلانة من الدنيا يا ورد، زعلانة من كل حاجة ماليش يد فيها ومش عارفة أغيرها. تفتكري بقى هلاقي اللي يجي يغيرها علشان؟ أكيد طبعًا، أكيد صدقيني. 100 مرة قبل كده قلتي لي أكيد وما بيحصلش. أي 101 هيحصل. وممكن لأ. كفاية بقى كده يا ورد. كفاية قلة قيمة. أنا من النهاردة مش قابل غير البني آدم اللي يتمناني ويعوزني بكل ظروفي. يا ورد أنا طول عمري بحلم أحب حد ويحبني. من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا شايفاك انتي وحسن ما بحسدكوش والله يا ورد، بس انا نفسي ابقى زيكم. نفسي عيني تلمع زي عينك لما بتشوفيه، نفسي قلبي يدق زي قلبك لما بتسمعي اسمه. ده صعب؟ لا لا مش صعب صدقيني، وهيحصل، هيحصل ان شاء الله. ارتحتي يا امينه؟ قعدت تزن عليها لحد ما نزلت وراحت، مش كده؟ نبي يا حسن ابوس ايدك اخوي، لو امك غاليه عندك وطي حسك احسن، ابوك لو سيبها هيعمل لنا حكايه. احسن خليه بقى يسمع يوم يكسر بيت علينا كلنا. كده برضو يا حسن، اخص عليك يا امينه. ما انت اللي ما بتسمعيش كلام حد. مليون مره قلنا لك الجواز مش بالعافيه، ونادي دماغها مش كده، واللي نفع مع غيرها مش لازم ينفع معاها. قولوا اللي تقولوه، بس أنا أم، أنا وليا يا حسن، وبحس بالولاية أكتر من أي حد. نادية يا بنتي حبيبتي لا راحت ولا جت، ولا هي زي البنات اللي في سنها. حرام عليكم بقى،
هاتي صعبانة عليا قوي. يعني هي مش صعبانة عليا؟ تفتكر ان انا مبسوط ان انا شايفها قدام عينيا كده مش عارف اعمل لها حاجة، مش عارف حتى افرحها عشان خايف تروح مننا؟ نفرح بعد ما بعد كده المقدر هو اللي مكتوب. يا سلام، وتتجوز ونسيبها تموت بعد الشر عليها. ما تقولش على اختك كده، ان شاء الله هتعيش يا ستي. وانا اللي بقول للدكاتره اللي بتقول، وانا بقى مش مستعده اجرب في اختي. خبر بيد الله يا حسن. ما بتشوفش يا دنيا نظره الحزن اللي في عينيها لما وهي ماسكه فستان فرح، ولا لما تسمع زغروطه وحد يقول لها عقبالك يا عروسه؟ بتقطع قلبي يا حسن. نفسي اشوف الفرحه في عينيها يا ابني. وانا نفسي تفضل عايشه، مش مستني اللحظه اللي اشوفها بتموت قدام عينيا. انت كده تبقى اناني يا حسن. انت ما تعرفش يا ابني المقدر والمكتوب. يا ام حسن سيبها تعيش، خلينا نفرح، خلي هي كمان تفرح. ماشي يا ام حسن، ماشي، ربنا يسهلها ان شاء الله. لما اوزع حق صاحبات تعالي هنا، ما تخافيش، ما انت عارفه ايده الشمال غبيه. اه عارف. واحد بيرا يا سيكو. انا يا دكتور علي. ايه اللي عملته مع الدكتور سعيد؟ عملت ايه؟ انت مش دكتور عظام، والدكتور سعيد اقدم منك. بتاخد المريض بتاعه ليه وتعمل له كبيره؟ او التمريض راح قال له كل حاجه وعامل مشكله. الواد كان بيصرخ من الوجع، مش قادر يحرك صوابع رجله، وام المسكينه مش عارفه تعمل له اي حاجه، وكل ده بسبب الاستاذ الدكتور اللي كان عايز يخلع بدري. انت صح يا عم علي، بس برضه مش من حقك تتدخل في شغل غيرك. لا من حقي اتدخل لما الاقي اهمال بيعرض طفل زي ده للاصابه تتكرر تاني وتالت وتاثر على نموه لما يكبر. من حقي اتدخل لما الاقي مجموعه دكاتره ممرضين ما عندهمش اي رحمه، بيعملوا الناس كانهم صراصير لمجرد انهم فقراء. من حقي اتدخل لما اشوف معايير المهنه وهي بتتغير. احنا بنعالج الناس يا دكتور، مش بنموتهم. خلصت هتاف؟ ايوه خلصت هتاف. طب اشرب البيره. مش عايز بيره. سلام. متردد؟ تفضل متردد. ايوه متردد. متردد، مش عايز اكمل في الطب. ان شاء الله عنك ما كملت. انت كل شويه مش عايز مش عايز مش عايز. امال درست طب ليه لما انت مش عايز؟ صدفه والله العظيم صدفه. اي حد يتعب في العيله اروح عند اهله الدكتور، واكون انا المسؤول عن تعبه وعن مواعيد الادويه. وبعد كده لزقت فيا، الدكتور علي راح، الدكتور علي جه، وبالصدفه برضو جبت مجموع عالي. وعندنا في الصعيد اللي بيجيب مجموع عالي لازم يدرس طب. كلها صدفه بصدفه يا دكتور، فهمت؟ طب اشرب البيره. اشرب. عمرو بيه مساء الفل. اهلا، ازيك يا اكرم بيه؟ الحمد لله سعادتك. ازاي صحة الباشا النهارده؟ تمام، ومزاجه كمان تمام. الله ينور يا اكرم. بنتعلم سعادتك، بنتعلم. واضح، لانك تقلت العيار على الراجل اول مره دي. الباشا كان عايزك تضايقه بس مش تجيب له هارت اتاك يرميه في المستشفى من ساعتها. نصيبه بقى سعادتك. وزير فاسد في وزاره مهمه زي دي هيكون مصيره ايه غير يا السجن يا العيا؟ ادينا رحمناه من سجن الحكومه ووصلناه بقى لسجن سبع نجوم. فاسد ايه يا اكرم؟ انت صدقت نفسك ولا ايه؟ وكلنا عارفين ان الراجل كان شايف شغله كويس، لولا انه غبي مش اكتر. ما هو ده بقى مصير الاغبياء سعادتك. طيب نشوفك قريب بقى يا اكرم. ان شاء الله. ونبي عمرو بيه قول للباشا اكرم البدري في خدمتك دايما. مع الف سلامه. مع السلامه. وفضل أي حد يجي يمسح على راسي. حسنة سهلة، أصل أنا يتيم، أبويا وأمي ماتوا من زمان، عشت زي الغريب في بيوت قرايبي، شهر في بيت ده وأسبوع في بيت ده. كانوا وزعوني على بعض،
بركة وثواب. خد اليتيم الشهر ده عندك، يمكن ربنا يكرمك. الأكل بحساب والنوم بحساب، حتى الكلام بحساب، وكانوا كلهم أكبر مني. كان يبقى نفسي أتكلم، أقول أي حاجة، أسمع صوت لأي حد. كانت كانت بتعدي علي أيام بحس إن صوتي متسلسل من كتر السكوت. لغاية عرفت طريق الورقة والقلم، وبقيت أكتب وأحكي وأقول لهم عن كل الصمت اللي جواه. لما تعيش عمرك كله مستني يوم تروح بيتك، واليوم ده ما يجيش، هتعود نفسك إنه مالكش بيت. تمام. تعالى يا حبيب قلبي. اقعد. ايه ده؟ جبتي دي منين؟ I did it. انا بتاع فوتوشوب. You did it with Photoshop؟ واو. حبيب قلبي بابي عبقري وانا ما اعرفش ولا ايه؟ برافو يا مارو. لا طب ليه مامي مش معانا؟ انا ما شفتش مامي قبل كده بتولع كاندلز لنعناع، احنا التتا بس. وانت بتولع لها كاندلز؟ ما بترضاش، بس ما بعرف ان نعناع زعلانه مني. قولي يا مارو، بتحس بايه لما بتبص النعناع كده وتبص لملامحها الجميله دي؟ بحس انها بتيجي تقعد معايا وتكلمني، بس انا مشوفهاش. بس لو مامي سابتني ولا كاندل واحده هشوفها. عشان كده ما حطيتهاش في الصوره معانا؟ بحس انها مش عايزه تكون معانا. خد يا حبيبي، شاطر، اعمل واحده تانية. يلا. النهارده ثانويه ممدوح، وانت عمرك في حياتك ما ولعت لها شمعه. يا ترى ناوي تيجي معانا النهارده ولا زي كل سنه؟ ما انت عارف يا اكرم اني مشغوله وعندي مواعيد النهارده في الروتر. Thank you.
الله. مالك يا بت؟ بحلاقي فيا كده ليه؟ بملي نظري منك. وده من امتى ان شاء الله؟ اصلك بتفكرني بابويا. مش انت برضه زي ابويا وربيتني؟ اه طبعا زي ابوك الله يرحمه. ألف رحمة ونور تنزل عليه. الله يرحمك يا رب. نين أبو كريم؟ ماشي. إيه؟ الوقت عقلك. في حد راضي يا حسن؟ في حد راضي؟ اسمع، هو في حد يطول؟ بقول لك ايه؟ انا كل ده ساكت ومش عايز اتكلم معاك لحد ما تهدي وتبقى كويس. انا دي انت مش عارفه ايه؟ انا لما برفض اقعد مع حد عشان شايف ان هو مش من قيمته. انا عايز اقول لك على حاجه، ده انا بحسده من دلوقتي، بقول مين ابن المحظوظ الله يصحى كل يوم يلاقي القمر ده قاعد جنبه في البيت؟ حاسه لسه ما اتخلقش. مفيش حد يسال طيبتك وحنيتك دي يا بنت. وعايز اقول لك على حاجه بقى، انت ما حدش هيجوزك غير عريسك، ده لازم تعمل له كشف، تعمل له اختبار، لازم اعرف ان الراجل زي الفل. ربنا يخليك ليا يا حسن، يفرح قلبك انت كمان. انا اللي يفرح قلبي ان انت تبقى مبسوطه ومطمنه ومش خايفه من ولا حاجه طول ما انا جنبك. اكيد يا حسن. خلاص؟ اكيد. حاجه بقى، حاجه عشان نازل عندي مشاوير. لا اله الا الله. محمد رسول الله. خلي بالك على نفسك. ماشي. ليه كده؟ مش هينفع يا بنتي. أنا آسفة والنبي يا أستاذ وهبي، والله أنا حاولت أكتر من مرة بس أعمل إيه؟ أنا أول يوم سألتك قلتي لي إنك متمكنة وصبرت عليكي يوم واثنين وثلاثة والنهاردة رابع يوم، أنا مضطر لفصلك من الشغل. أنا آسفة والنبي يا أستاذ وهبي، في إيه؟ الرواية دي بقى لها أسبوع هنا ومفروض تتسلم بكرة وهي ما خلصتش حتى ثلاث أرباع بتاعتها، إيه القرف ده؟ معلش معلش ولا يهمك، أنا هتصرف، تعالي معايا. يا بنتي بالراحة، واحدة واحدة. هو اصلا عايز يمشيني من الشغل من ساعه ما جيت هنا، بقالي اسبوع يديني 500 ورقه اعمل بيهم ايه؟ معلش بس برضو انت غلطانه، انت من ساعه ما جيتي وانا شايفاكي عماله تكتبي بسرعه، وكل ما تكتبي بسرعه تغلطي تاني وترجعي تعيدي تاني. واحده واحده بالراحه، تعالي نبدا. بيقول لك مره اتنين ماشيين مع بعض، بعض سابهم ومشي. مره واحد صعيدي طلع له مصباح علاء الدين، قال له شبيك لبيك، عبدك وملك ايديك، اطلب. قال له انا عايز كوبري من هنا لامريكا. قال له ايه ده؟ شوف لي طلب اسهل من كده شويه. قال له خلاص، خلي لي كل صعايده اللي بلدنا يفهموا. قال له انت عايز الكوبري رايح جاي ولا رايح بس؟ بيقول لك مره واحد صعيدي فين مات. مرة قنبلة وقعت على هوا عملت بول. يا مؤاخذة شو اتأخرت عليك. ولا يهمك يا سي حسن. معلش يا شو، أنا مش هينفع أجي معاكي، عندي شغل ولازم أسافر. أيوه بس أنا كنت معلش ما أسمع عنك، بس أقول لك إيه؟ دي الفلوس دي خليها معايا. لا لا انا معايا معايا والله. اسمع بس الكلام، خليهم معاك حتى لو انت جايز تحتاج لحاجه. معلش بس انا مش عايزه فلوس يا سي حسن، انا عايزاك انت معايا، يعني محتاجه وجودك جنبي قوي. والله شو غصب عني، ما انت عارفه اللي فيها. وبعدين ما تقولش حاجه، انا فاهمه كل حاجه بس انا خايفه، خايفه قوي، مش عارفه ايه اللي هيحصل. هيحصل كل خير ان شاء الله، ما تخافيش. وبعدين انا سالت على الدكتور قالوا لي كويس قوي، هو عملها كتير فما تقلقيش. توكل انت على الله، شوف شغلك وانا هبقى اكلمك اطمنك. ماشي يا اختي، وخلي بالك من نفسك. تعالي يا سي حسن. ربنا معاك ان شاء الله، تعالي بس اركبك حاجه، تعالي شوف. خلي بالك ها؟ طمني لما توصلي. بونجور. بونجور اكرم بيك. اهلا بيك يا عبير، ازيك؟ انا كويسه، شرف زياره حضرتك لينا المره دي، اتاخر قوي. ما تهيأليش ان انا اتاخرت قوي للدرجه دي. اللي تشوفه حضرتك. اتفضل يا باشا.
اليوم ده لمدام شويه وهتبص ايده ورجليه. دي فتاة اكرم البدر اللي بيطلع في التلفزيون. حنين ذكرى يلا السلام عليكم يا اخ. ما تشوفش عزوز والنبي يا حسن. ما تهزرش يا اخي. يا عم بهرج معاك. غير هدومك يلا، عايز اخرجك شويه. لا يا ابو عمرو مش كاتر، اخرج انت. اخرج انا؟ يلا تعالى ننزل نشوف البحر. حبستك ليه النهارده مش تنفعك يا عم. انا مبسوط بالحبسه، انا مبسوط بالحبسه. اخرج انت. انا غلطان بقى اني عديت عليك عزوز. حسن خد اقول لك. بقول لك ايه، ما تعرفش مين البت اللي كانت واقفه النهارده بتتفرج عليا في الكلوس وانا بلعب؟ كلوس وبت؟ بت مين عزوز؟ بت زي القمر يا حسن، دي عليها جوز عمور. ولا ضحكتها يا ابوي؟ ضحكتها حلوه قوي. حلوه قوي؟ لا ما شفتهاش، المره الجايه بقول لها. يوه، هو انت الواحد ما ياخدش منك اي كلمه يا اخي؟ اوعى. طب شيل الكتكوت ياض اللي على دماغك. خد الكتكوت. خد يا واضح ان انتوا جبتوا حاجات جديده. احنا كلنا في خدمه سعادتك. ذكرى مع الباشا. حنان تعالي معايا. آدم دنيا جديدة بتفتح لك يا نورس، بتقول لك عدي، تعبت كتير بقى وأنا الأوان ترتاح.
لازم تتنقل نقلة تانية يا أخي، نقلة تلاقي فيها كل اللي حلمت بيه وأبوك قبل منك، الباشمهندس حسن الرشيد. أبو علي أنت هنا؟ أيوة برضه. مش شاي يا حبيبي؟ تسلم إيدك عم رضا. إزيك عامل إيه؟ عايز أسألك سؤال، إيه رأيك في المعلقين بتوع اليومين دول ولا ميمي الشربيني؟ ميمي الشربيني طبعا، هو في زي ميمي الشربيني؟ طب اقول لك على حاجه، انا من كام يوم كنت بتفرج على ماتش قديم بتاع الاهلي والكروم، قال لك ايه؟ قال لك مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، دخل على الجول، مجدي عبد الغني 26 سنه بيدور على العروسه، ده بيخطب على الهوا يا بابا. دنيا تقلي غيرها يا اخي، حتى في المعلقين. يا عم ما تضايقش نفسك، اهو مجدي عبد الغني بطل كوره واتجوز وخلف وجاب جول في كاس العالم بيزلنا بيه لحد النهارده. لحد النهارده. لحد النهارده. تعالى على الجول. يلا بينا. ساعة البيه يا ساعة البيه. خير حضرتك؟ نسيت دول. خد يا ابني. ايوه باشا، مرنا كبير. كل سنه وانت طيب. ايوه 200 جنيه حته واحده، ربنا يخليك لينا يا كبير، بس بتاعك زي العسل باذن الله. شكرا يا باشا، مع السلامة يا ريس، مع ألف سلامة. قالها ناظرا لي وهو يعاني من عذابات تشع من عينيه. حزين هو المجتمع، الذي يبدأ نصف كلامه بكلمة تخيل، فلم يعرف الحب يوما ولم يعرف العشق يوما. فإن أردت حلمك اعشقه. الو. ايوه. ايه يا دوك، ايه الاخبار؟ تمام. ماشي حاجه؟ انت مش نازل؟ انزل فين دلوقتي؟ الساعه 4 العصر. في حد يتصل بحد الساعه 4 العصر؟ يا دوك الساعه 4 العصر وانا بكلمك الساعه 4 الفجر. انا من الناس اللي ما بتروحش في حته الساعه 4 العصر، عايز تنام يا اخي. ده انت الغريب جدا. ايه ده؟ الو. ازيك يا علي، عامل ايه؟ الحمد لله يا فاتن. انا كنت نازله اجيب شويه حاجات وكنت هعدي على واحده صاحبتي في المنشيه. فقلت انت بتقعد هناك على طول يعني؟ قلت يعني لو ينفع اشوفك قبل ما اروح. شوفيني؟ هو في حد بيشوف حد الساعه 4 العصر؟ ايه؟ مساء الخير دكتور فاتن. ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ ايوه يعني مش فاهمه ايه مشكله الساعه 4 العصر دي. بهزر معاكي بهزر معاكي. اه طيب ماشي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا ابو علي. اقعد يا حبيبي اقعد. ايه حكايتك بقى يا سيدي؟ رايح جاي رايح جاي، قلقان يا دكتور قلقان يا دكتور. في ايه يا ابني؟ ده رئيس القسم نفسه لما بيجي لي المحراب العظيم بتاعي ده ما بيقوليش انا قلقان يا دكتور. وبعدين انا مش فاهم قلقان من ايه، ما نتيجه الكنترول قدامك اهي. معلش يا دكتور، بس انا مؤاخذه يعني مش هطمن غير لما اشوفها بعيني. بعدين السنه الجديده دخلت وانا لسه قاعد محلك سر، الصيف كله على ماده، لولا الماده دي كان زماني دلوقتي متخرج. يا ابو علي يا ابو علي، دور سبتمبر دايما بياخد وقت، وبعدين احمد ربنا انها ماده واحده، كان زمانك عايد السنه كلها. لا الحمد لله على كده. قول لي بقى، انك عامل قلق مصطنع ورايح جاي كده عشان تتهرب من الشغل؟ يا سلام،
ده سيادتك تؤمر واحنا ننفذه على طول. طب يا عم الخدوم، دي مفاتيح اليخت بتوع واحد صاحبي، هو في مشكله بسيطه كده بس انا عارف ان ابو علي قدها ودود. خير الخطفه بقى اللي هخطفها لك انه في ابو قير. يا سلام لو في بلطيم نروح العوم. ازيك يا حسن؟ ازيك يا باشمهندس؟ يا باشمهندس محمود، احنا اتفقنا ان في مواعيد محدده هي اللي تجيلي فيها مكتبي، يعني دلوقتي حضرتك تروح على سكشنك وتشوف شغلك. بس انا محتاج اراجع التطبيق اللي انا اقترحته واللي انا رفضته. حضرتك انا معرفتش اسباب للرفض، وده شغل شهور. ده مش شغل اصلا يا باشمهندس. ازاي يعني يا دكتور؟ انا وصلت المنطقه محدش وصل لها قبل كده، كل اللي اشتغلوا على نقطه الباور مفيش حد منهم وصل لنقطه اعلى من اللي قبله، حتى حضرتك مع احترامي ليك اشتغلت بنفس الوسيله وما وصلتش لنتيجه. لو حساباتي كانت مظبوطه. لو حساباتك كانت مظبوطه، هو ده المصطلح. لو يعني حضرتك اشتغلت على نفس الموضوع بس من زاويه تانية، يعني في النهايه هتوصل لنفس الحيطه السد اللي كلنا وصلنا له بما فيهم انا، مع احترامك لسيادتي. عشان حضرتك ما سمحتليش بالتجربه. خلاص انتهينا، اتفضل دلوقتي روح شوف شغلك. اتفضل يا باشمهندس. عشان يبقى دكتور ناجح لازم يتعلم الاول ازاي يكون معيد شاطر. طبعا انت ناجح. ناجح؟ لا انا مش قلقان، ربنا يستر. بتفكر في ايه؟ ما بفكرش في حاجه. يعني مش بتفكر في واحده؟ هو عيب انك تفكر في واحده؟ يعني انا لو سرحت شويه وانت بتتكلمي اكون سرحت في واحده؟ هو انا حسيت كده ودايما احساسي بيبقى صح. احساسك المره دي صح. هو انت ليه دايما لما بتكلم معاك في حاجه زي دي بحس انك بتقلب الموضوع تهريج وتستقلب كلامي؟ لا مش انت عايزه تحللي شخصيتي؟ لا اكيد مش قصدي كده يعني، بس هي حاجه جت في بالي وقلت اقولها لك. يعني مش اي حاجه تكون في بالك لازم تتقال. يمكن يكون عندك حق، بس انا اتعودت لما بكون قريبه من حد بتكلم بطبيعتي عادي بقى من غير ما احط اي فلاتر على افكاري. وعموما انا اسفه يعني لو ما تتأسفيش. خلاص بالنسبه لموضوع الفلاتر ده لازم ناجله عشان هنتاخر. اتفضلي هنتاخر. يلا تاكس. استني يا بنت مالك اسحى كده ليه؟ يا ساتر. انت يا بنت اللي معرفش اسمك. استني يا بنت عايز اقول لك كلمتين. أني عبد المعطي شلش، ومن ساعة ما شفتك وانتي على الترع بتشطفي المواعين وانا عايزك تشطفيني، قصدي يعني تليفيني، يوه قصدي يعني ترعيني زي ايها طبق ولا بلاص عندكم في الدار. انا قصد خير والخدمة الشريفة. هه قلتي ايه؟ انتي سامعاني ولا انتي مصنقة في ودانك ولا ايه؟ بعد الشر على ودان الغزال. ما دام ابتسمتي يبقى ايه؟ بيعملوا ايه بعد كده؟ استني يا بنت. يا حضرة العمر. استني يا بنت. ورد، عجبك الفستان اللي انا عملتهولك؟ يقول البنت المخبله دي ما بتردش ليه؟ انت يا ورد. اسم الله اسم الله. سرحانه في ايه؟ مفيش. بقولك عجبك الفستان اللي انا عملتهولك؟ اه طبعا حلو قوي. هو انت بتطلع من ايدك حاجه وحشه برضو؟ امال مالك عامله كده؟ مفيش حاجه. تعالي تعالي في حضني. وحشني حضنك قوي يا ورد. كل مرة بحضنك فيها ضنايا بحس نفس الإحساس اللي أنا حسيته لما كنت حتة لحمة حمرا لما أمك الله يرحمها ربنا اختارها. يوميها سبحان الله ربنا زرع في قلبي محبتك، بقيتي عندي أغلى من حسن ونادية. لما كنت صغططة قد كده كان طولك شبري، كنت دايما في كل صلاة أدعي وأقول يا رب يا ربنا يجعلك من نصيب حسن ابني عشان ما تبعديش عن حضني أبدا. إيه ده؟ مالك يا قلب امك؟ ولا حاجه خالص مفيش، بس يعني حضنك كان وحش. الكلام ده على امينه برضو؟
في ايه يا حبيبتي؟ اصلا حلمت حلم وحش قوي او اني مفزوعه من النوم. خير الله امك على خير. احكي لي يا ضناي. حلمت ان انا في مركب في وسط البحر وحسن واقف على الشط التاني، بس مش لوحده بقى. طب وماله؟ البحر في المنامات حلو. ها كملي. كان واقف وانا عماله انده عليه انده عليه، بص لي وراح مديني ظهره ومشي. اي عبيطه يا عبيطه، يمشي يروح فين؟ ده لازق بغيره. حسن يمشي برضو. طب دي الضحكه الحلوه الورد والكلمه الحلوه الورد. استعيذي بالشيطان يا بنتي عشان ربنا يبعد عنك الهم والقلق. يا رب يا ماما يا رب. عارفه يا ورد، كل اللي انت فيه ده ضنايا صدفه، يعني عين وصابتك. اه والله. يوه ده انا ياما يا بنتي العين صابتني. عارفه يا ورد، لما كنت انا ورشيدي مخطوبين، لما كان يعدي عليا عشان يخرجني ما قلتيش هو على الإمة يدخل كده بطوله وعرضه. يا أختي كل نسوان الحتة قبل بناتها يتهبلوا عليه، وأنا بقى كنت أمشي جنبه وهو مأنجزني. كان لما يميل عليا كده ويوشوشني ما أقولكيش الدنيا وما فيها. وانا جنبه ان انا ست الستات. كانوا كل نسوان الحته في كوم وانا في كوم تاني. تذكر جدته حين كانت تطلب منه العوده لامه، حين كان يدخل بيتها يوم الجمعة. كان أطفال العائلة يجتمعون في ذلك اليوم عندما يأتي الجميع لزيارة الجدة، وكانت هي تسعد بهم جميعا إلا هو، حتى إن رفضها له انعكس على أبناء وبنات خالاته الذين أخذوا يطلبون منه أن يذهب ليلعب عند أمه كلما أقبل عليهم. وكأن الجميع قد نسي أن أمه قد ماتت وهي تلده. لا لا لا، اسمح لي يا دكتور جلال، مجرد وجودي هنا في مكتب حضرتك وأنا في موضع اتهام أنا بعتبر ده إهانة. لو سمحت يا دكتور، مفيش حد هنا ضدك. الإهانة إن أنا أتعب وأشتغل. من فضلك اديني فرصتي ان اوضح حد للمهزله دي. هو ما يتكلمش ليه؟ ادم حضرتك بتساوي بيني وبينه يبقى يقول اللي يقوله. مهزله. صباح الخير. صباح الخير يا حسن، ازيك؟ ازيك يا دكتور. ايه ده تهريج بقى؟ يعني طالب زي ده بيعمل ايه هنا وايه علاقته بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ حسن، انت كنت موجود في مكتب الدكتوره عزت لما محمود قدم التطبيق بتاعه؟ ايوه يا دكتور، كنت موجود. فاكر التطبيق ده كان عن ايه؟ يعني متهيألي انه كان عايز يزود الباور لنظام معين. وفاكر رد فعل الدكتور عزت ايه؟ دكتور عزت رفضه بالكامل. بس يا دكتور الموضوع بسيط، يعني اكيد دكتور عزت كان عايز مصلحته او كان يعني. شفت حضرتك؟ متهيألي دلوقتي ما بقاش في شك ان الدكتور عزت رفض التطبيق بتاعي عشان ياخده وينزله في المجله العلميه ويكتبه باسمه. حسن، دي الرسومات اللي انت شفتها في مكتب الدكتور عزت؟
ايوه دكتور. ايه حضرتك دكتور؟ هو في حاجه؟ حسن رجع محمود. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله وحشني. انت وحشنا قوي. تعالى نشرب شاي. تعالى اتفضل. يا ده انا نسيت الشاي على النار. اغسل لي الكوبايتين دول يا حبيبي. حاضر. واحد ما عرفش مخه بقى خلاص. يا ساتر يا رب. على مالك يا حسن؟ والله وحشني يا حسن. وانت كمان يا عم محمود. الله يخليك. انا عايز معلقه واحده بس. ماشي. مالك وفينك؟ الدنيا مشغله يا عم محمود، والشام ما بيرحمش حد. الدنيا ما بتشغلش حد عن رب الا ونسة الانسان عن نفسه. بس انا في دقيقه، في دقيقه كبيره قوي. النهارده حصل لي موقف صعب جدا. في رجل خير وبغراني افضله عليا قد كده. انا النهارده شهدت عليه وحاسس ان انا وديته في 60 داهيه، مش عارف ده صح ولا غلط. شهاده حق يا حسن؟ حق طبعا عم محمود، امال ايه؟ طالما حق يبقى مفيش. بس بص يا حسن يا ابني، اسم الحق اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى. هو الوحيد اللي له ابطال عليك، مفيش حد غيره. عارف يا حسن، الراجل ده ربنا حطه في سكتك وسخره ليك. عندك حق يا عم محمود، بس انا خايف اخسره. الدنيا دي دلوقتي صعب تلاقي حد بيساعد حد، وزمانه دلوقتي بيقول ده جزات ان انا عملت معاه كده وقفت جنبه وساعدته. خايف عليه ولا على المنفعه اللي جايه من وراه يا حسن؟ ما اكدبش عليك، الراجل ده انا كنت بتكل عليه لما اتخرج. الخطوه اللي بخطيها معاه بتعديني سنين لقدام، وانا مش قادر ارجع للصفر تاني. تعبت يا عم محمود. لو خايف انه يضيع منك، ربنا هيسخر لك غيره في سكتك يا حسن. روح له، ما يمكن الحق يرجعه تاني ويعرف انك نجيته بشهادتك دي. ايوه يا ابني، نجيته من ظلم نفسه ونجد غيره. روح له وقول له ربنا يكتب لك القبول يا ابني. ولا تزعل يا ولد. ايه يعني قفشوك والبلد كلها بتلسن عليك؟ هي يعني بلدنا دي كان حليت حاجه غير الكلام ولا فيها حاجه بتستخبي؟ ناس هسوي بعيد عنك. وبعيد عني ليه؟ ما دي رجعت لها تاني اهو. يا ابني معلش، خيرها في غيره. وبعدين ده انت تحمد ربنا انه نجاك بالسلامه. الحمد لله. خش اي حاجه. عم سيد. يا عم سيد. ايوه يا عم معطي. اللي اقول لي يا عم سيد. ايوه. هي مين البت اللي كانت بتشتري من البقال اللي قدامك؟ انا هي البت دي يا اللي. ما البلد خلفتها كلها بنات. البت الحلوه دي اللي كانت رابطه منديل احمر وبالاماره جات لك هيني وديتك تفاحي. وكمان نقرت التفاحه يا عم معطي وبتسال ليه بقى؟ اصل كنت عايز اقطم التفاحي. عليا انا يا ولد. ايه يا عم سيد انت يا واد يا جن يا اللي تفهمها قبل ما تفكر انها تطير، ولو طارت تنزل على جدور رقبتها من عينك اللي تتدب فيها رصاصه دي. انت بتقول ايه يا ولد انت يا ولد؟ خلاص يا عم سيد، بص قدامك وكمل اللعبه اللي بتلعبها. حلو الشاي. عم سيد. يا عم سيد. يا عم سيد مش هتقولي مين البت دي؟ تسرع البت يا ولد. البت فاطمه بنت مصلح الفكهاري. والختم الشريفه؟ البت القمر دي بنت مصلح المصدي؟ ايوه. ده راجل مسوي زي فكهته. يا ولد تحس كده يا ولد؟ ان هنط شيطان يا ولد في عيلتهم مال. ما تلم نفسك يا عم سيد. والبت دي فاضيه ولا مشبوكه؟ على قد علمي كده يا ولد. انها فاضيه.
وانت مالك انت تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه؟ انت حالتك انت العب معطي عشان تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه. خلاص يا عم سيد خلي بقك حلو وكمل اللعبه. جاتك البلي يا دكتور هوالي. يا بسيوني يا بسيوني واد يا بسيوني. انا يا حسن انا تعمل معايا كده بعد كل اللي عملته عشانك؟ يا دكتور انا ما كنتش فاهم حاجه، انا كنت بحاول بس. يعني بتحاول ايه؟ انت مالك اصلا تتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ انا ما اتدخلتش في حاجه يا دكتور، انا لما كلمني ما كنتش عارف هو عايزني في ايه، لما وصلت عرفت الموضوع يخص حضرتك. طبعا الوقت يكلمك في التليفون واتفق معاك على قرشين عشان تعملوا تمثيليه رخيصه تشوهوا بيها سمعتي. لا لا مؤاخذه بقى يا دكتور، انا ما اقبلش الاهانه. مش حسن رشيد ليش هتزور على حد؟ تمام تمام ابعت لي امن حالا. امن؟ امن يا دكتور انا عملت ايه؟ حكايه انك تبقى باشمهندس دي تنساها خالص. النتيجه لسه ما اعتمدتش، ولو قعدت في الكليه 7 سنين غير اللي قعدتهم برضه مش هتبقى باشمهندس، هتترمي في الشارع ومن غير شهادات، ساعتها بقى هتعرف معنى الحقيقي للاهانه يبقى ايه. ليه يا دكتور وانا عملت ايه عشان كل ده؟ الافندي ده يتاخد يتعمل له محضر تعدي ويتسحب كارنيهه وما يخشش الكليه تاني. تعدي؟ وانا جيت جنبك يا دكتور؟ بره. واللي انت عملته يليق بطالب محترم؟ يا فندم لو سمحت من غير اهانه، انا ما عملتش حاجه وما كنتش اعرف محمود عايزني في ايه غير لما وصلت هناك. انا كل اللي عملته شهدت باللي انا شفته مش اكتر. شهادتك دي ما تخصناش سواء كانت حقيقيه او زور، انا اللي عايز. يا فندم زور ايه؟ انا شهدت شهاده حق. هشهد زور على الدكتور عزت ليه؟ ده افضله مغرقاني. ما تقاطعنيش وانا بتكلم. قلت لك شهادتك دي ما تخصناش، انت بتحقق معاك عشان اللي عملته بعدها. عملت ايه بعدها؟ تعديك بالضرب على الدكتور عزت جوه مكتبه. ضرب؟ ضرب مين؟ ده انا دوبك صوتي عال عليه فجاه لقيت الامن داخلين عليا في ثانيه. يا فندم انا ما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. انا رحت الدكتور عزت فعلا بس عشان اعرف انا عملت ايه غلط. في شهود للواقعه دي شافوك وانت بتتعدى عليه بالضرب، ده غير شهاده امن الكليه اللي لولا تدخلهم كان من يا عالم بقى كنت هتعمل فيه ايه تاني. شهود مين وامن ايه؟ أنا ما عملتش حاجة، ده أنا قعدت 5 دقايق جوه ومشيت. حسبي الله ونعم الوكيل. تم رفض الطالب حسن الرشيدي عبد الرحيم طه من الكلية ومنعه من التواجد داخل الحرم الجامعي بأي صورة من الصور، وذلك بعد الاطلاع على المواد 180 و181 من قانون رقم 49 لسنة 2007. هلا ايه يا نورس؟ فينك يا هندسه؟ يا عم ايه؟ انت كبرت علينا بقى بعد ما خدت الشهاده بقى. لا ابدا يا عم رضا، بس عندي صداع فرع دماغي. اوعى تقول لي الصداع ده من الوابور. ايوه انت متربي هنا، فاكر لما كنت اخدك عند عمك ملاك يا اما تسوق يا اما تسطح فوق الكابينه؟ كان زمان بقى يا عم رضا، زمان كنت احب اطلع في القطر واشوف الدنيا من فوق، افرج جناحات زي نورس واحس الهوا شايلني لفوق. بس بعد وقعت القطر خلاص قلت وقعت البحر اهون، والنورس ما ينفعش يبعد بعيد عن المالح. طيب قول لي تحب تسوق دلوقتي اروح اكلم لك عمك ملاك؟ ياما سوقت ياما سوقت وما وصلتش لحاجه عم رضا. معقوله كده خلاص اشابير العمر دي كلها تروح على الارض؟ لا اكيد مش ممكن، كل مشكله وليها حل، بس مسألة وقت مش أكتر والحكاية تتظبط. ما كانش تعب سنين وبس. يا عجوز لبست كام قطر ببعض؟ كتير يا رشيد. ده يا عبد الرش جرايد. ازيك؟ ازيك يا رشيد؟ تعالى اتفضل اتفضل. والله وليك وحشة. أنا قلت بقى جاي أسأل عليك، أدام أنت قليل الأصل وما بتسألش على حد. لا طول عمرك صاحب واجب يا رشيد. بمناسبة الواجب، ايه رايك بقى اعمل لك كوبايه شاي تعدل دماغك مظبوط؟ تمام. انت عامل ايه بقى؟ انا كويس، بس تصدق يا جمعه اوضتك الضيقه دي بهتت عليك. يا راجل طب ايه رايك بقى ان اوضتي الضيقه اللي مش عاجباك دي 1000 من يتمناها؟ يا سلام، ومستني ايه يا اخوي؟ اديها لهم وفك عن نفسك بقى واخرج بره للبراح. بالك انت؟ انت عارف انت ليه مش عاجباك الاوضه بتاعتي دي وشايفها ضيقه؟ علشان بفهم.
لا ملهاش علاقه بالفهم، لان مساله الفهم دي فيها شك. حكايه باختصار، لانك انت اتربيت في المينا وخدت على البحر والسماء. وانت خدت على ايه؟ على القضبان الحديد والقطوره والاوضه المترين في مترين اللي انت فاتحها سبيل لكل من هب ودب. يا اخي ارجع بيتكوا بقى يا اخي. مالك يا رشيدي؟ لو انت قلبك واسع شويه بس هتشوف الاوضه اللي قدامك دي على مد بصرك. ولما انت قلبك واسع قوي كده وحنين ما دلكش على اختك. والله عندك حق. عامل ايه يا مينا؟ زعلانه منك واخده على خاطرها. اختك كبرت ومحتاجه اللي يسال عليها. ده انت ما فكرتش اخر مره تيجي تشرب معاها كوبايه شاي ولا تقول لها كلمه حلوه؟ رأيكم؟ ده انت ابوك وثق عليها قبل ما يموت. وبعدين يا اخي انت خلاص مالكش حد في الدنيا ديت غير الواد حسن. لا واد ايه؟ اسمه الباش مهندس حسن. يسلم تمك يا جمعه، هي دي الكلمه اللي انا نفسي اسمعها، الباش مهندس حسن. بسيطه، الباش مهندس حسن. فاكر زمان وانا اول ما دخلت المينا كان رئيس العتالين لازم يسأل النفر مننا انت مين واصلك ايه وفصلك ايه وساكن فين؟ ليه بقى؟ عشان لو حصلت منك اي مشكله يرجع للكبير بتاعه. ساعتها جاني وسألني، قلت له انا النفر اللي قدامك ومفيش حد ابدا في ظهري. قاعد تقول لي انا عارف الدماغ دي اللي تستاهل الكاس. ساعتها كنت فاكر انها عيبه انك تستقوى بحد تاني حتى لو كان ابوك. دلوقتي بقى نفسي الف اسكندريه كلها واقول انا ابو الباش مهندس حسن. رقبتي بتكبر من رقبته وانت بتبقى من قيمته، لكن كل اللي حلمت بيه وانا عيل حسيت انه هرب مني ولا شيء، لكن ربنا حققه لي في الوقت. الحمد لله. ان شاء الله ربنا هيصلح دار المحسن. قصدي الباش مهندس حسن. سوري يا اكسلانس، كنت عايز افكر سعادتك بميعاد الايفنت بتاع نورهان هانم علشان دي فضل لها شويه وهخلص. يعني افهم من سعادتك انك مش ناوي تروح. واضح ان سعادتك بقالك كتير ما جيتش هنا. تقريبا من بعد المهندسين بتوعنا ما بدأوا يجددوا في الكنيسة بعد ما كانت مكان مهجور. طول ما أنا حاسس إن أنا نجس يا صالح ما أقدرش أجي مكان طاهر زي ده. فشرت؟ لا مش فشرت دي، لا اللي أقصده إن سعادتك تشرف أي مكان تدخله. وبالرغم من كده عمري ما حسيت انه بيطردني منه، بالعكس بحس انه بيقول لي، بيكلمني شخصيا ويقول لي مش مهم يا اكرم انك نجس، المهم ان المكان ده طاهر. فعلا انا دخلت كذا كنيسه قبل كده بس ولا كنيسه ليها نفس الروح اللي مخيمه على المكان ده. ما هو عشان ماما. الله يرحمك يا ماما. عارف يا صالح، زمان وانا طفل صغير لما كنت ازعل من حاجه كانت تجيبني هنا اهو ونولع شمعه ونقعد بالتلات اربع ساعات ما بننطقش ولا كلمه لحد ما انسى اساسا السبب اللي كان مزعل واروح البيت وانا سعيد ومبسوط لحد ما ماتت. حاولت اجي المكان ده بس ما قدرتش.
ما عرفتش يا صاحبي. جريت جري على اوضتي ولميت كل الشمع اللي في البيت وولعت كله على امل انها ترجع تاني، بس ما رجعتش وسابتني لوحدي في الدنيا دي، لوحدي خالص يا صاحبي. اكسلانس، ماما في الجنة. ده أكيد، ده أكيد. عارف ده المكان الوحيد اللي برتاح فيه بجد، بحس إنها حواليا جنبي كده، بحس بنفسها، بشم ريحتها. أخبار التبرعات إيه يا صاحبي؟ التبرعات إيه؟ نعم، التبرعات، تبرعات الجمعيات المسيحية الخيرية. تمام يا إكسلنس، أنا عملت لسعادتك ليست مفصلة لكل جمعية بالأرقام، كله هيتم زي ما سعادتك عايز بالظبط. بس في حاجة كده عايز أكلم سعادتك فيها. يعني قلت لك مليون ألف مرة ما ينفعش يا صالح. تخيل معايا سعادتك، أكرم البدري رجل الأعمال المسلم يتبرع بمئات الألوف للكنائس والجمعيات الخيرية المسيحية. هيضيف لسعادتك كتير. أنا بعمل كل ده عشان خاطر ماما، كمان عشان أحس إن روحها راضية عليا وبتدعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير يا ريس جمعة. صباح الفل يا بيوم. امسك يا حسن، امسك. تأمرني بحاجة تاني؟ شاكرين يا بيوم. انت ازاي حسن؟ ازاي تسيب نفسك كده لغاية ما تروح منك وتمسك في الراجل؟ طب والمصحف ولا لمسته؟ يعني انا هعمل كده يا خال؟ انا يا دوبك صوتي عالي عليه، فجأة لقيت الأمن حواليا بيعملوا لي المحضر تعدي ولقيت نفسي مفصول. مفصول يعني ايه؟ يعني بره، يعني ولا حاجة، يعني كل السنين اللي فاتت دي اترمت كده على الأرض. والله يا خال أنا حاسس أنا في كابوس، مقلب دمه تاني. حاسس شويه الناس هتيجي تقول لي فكك يا حسن احنا بنهرج معاك، بس برجع بفوق اشوف ان اللي بيحصل ده كله بجد. طب ما تشتكي يا حسن. اشتكي كبر ولا صغر، استاذ من ضمن الاساتذه اللي درسوا لك، ما هوش اكبر واحد يعني ولا في ايده كل حاجه. اشتكي مين يا اخي؟ بقول لك محضر التعدي اتكتب من غير ما انطق ولا كلمه. بس انا عارفه هو راجل مؤذي وايده طايله والناس كلها بتقول. سبع سنين مبحر في عرض الدنيا عشان ارجع مكاني كما كنت. حتة مكانج مرمي في عرض الملك. اللي صحيح ما قلتليش، ايه اللي انت حبيبتي ده؟ حبيبتي ايه في ايه؟ هي المدام اشتكتني في حاجه؟ التبس يا فارية اللي رجعتيه للراجل. يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ راجل معرفوش، يديني 200 جنيه بتوع ايه؟ بتوع انك في محل قبها زي ده؟ بتوع ان هو باشا وبيقدر بقيمته، وان اساسا ال 200 جنيه دولت ما يجوش حاجه جنب كم الفلوس اللي عنده، اكنهم بالظبط بريزه فضه في جيبك المصدي. جرى ايه يا بنت يا حنان؟ هو انا خدتهم من جيبك يا اختي واديتهم له؟ شوف بردك البت، بدل ما تشكريني على النصيحه طب احمدي ربك بقى ان المدام ما شافتكيش. انت عارفه لو كانت شافتك كانت قطعت خبرك. لو النبي مش مصدقاني؟ يا بنت ده اكرم البدري. عارفه يعني ايه اكرم البدري؟ ولما هو اكرم البدري يبص لواحده زي بتاعت ايه؟ وبعدين انا ما فهمتهاش غير حاجه معينه واظن واضحه بالنسبه لك زي الشمس، فقصري بقى وحلي على نفوخي. ها ده انت خالك راح لي بعيد قوي وسرحتي. لا يا زوزه ده طبسي يا حبيبتي. وعشان تبقي فاهمه اللي زي اكرم البدري ده عينه مليانه وعنده اللي مكفيه وزياده، يعني اساسا ولا هو شايفني ولا شايفك. افهميها بقى كده يا حلوه عشان تستريحي. لا فاهمها كويس بقى. انا عارفه ان احنا اقل كتير قوي من هيعدوا علينا هنا، عشان كده رجعت له فلوس. خير ربنا جعلني سبب عشان افرح الراجل الشقيان ده. 40 سنه ابويا شغال في المينا على امل ان ابني يبقى مهندس. اسمتك مش حرام. ليش نفسك؟ ليش نفسك يا ابو علي؟ محدش عارف، شكر ربنا سبحانه وتعالى حطيت لك الخير في الشر. يمكن يا خال. طب انا هحكي لك حتة. زمان كان في راجل ملك. الملك ده
كان بيخرج للصيد هو واستاذه اللي رباه وعلمه اصول الحكم، وفي رحله صيد حصلت لهم حادثه صغيره كده اتقطع فيها اصبع الملك. الملك نقم على عيشه وزهد في الحياه، افتكر ان حياته انتهت في اللحظه دي. استاذه قال له لا، الحياه مش كده، الحياه اوسع كتير قوي من مجرد حادثه حصلت لك. لازم تخرج تاني وتعيش وتصطاد وتعيش حياتك. وفعلا الملك رجع تاني يخرج رحلات الصيد، وفي يوم خرج في رحله صيد لوحده. قابلوه ناس كفره ما يعرفوش ربنا، بيعبدوا الاصنام، خارجين يدوروا على راجل يضحوا بيه ويقدموه قربان للصنم اللي هم بيعبدوه. أول ما شافوا الملك قالوا هو ده اللي ينفع، خدوه قبل ما يضحوا بيه قدام الصنم بتاعهم. بصوا في إيده كده لقوا اصبعه مقطوع. قالوا معقول يعني هنقدم قربان للآلهة راجل معيوب بتسع صوابع؟ سابوه. ساعتها بس الملك عرف إن الحادثة الصغيرة دي كان الباب اللي اتفتح لحياته ومد في عمره، قولوا لا كان أجل ده. يعني ربنا اداني المصيبه دي عشان اجيني من حاجه اكبر، مش كده؟ طب ليه؟ وايه الغلط في الهندسه؟ ولا ايه الغلط ان انا عايز افرح الراجل الشقيان ده وابسطه؟ مش غلط ولا حاجه يا حسن. اللي انا عايز اقوله لك انه لو علمت من الغيب لاخترت من الواقع. ومين عارف يا اخي؟ مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى حاطط الخير في حلمك انت مش في حلم ابوك؟ انا حلمي ان ابويا راضي عني ومبسوط، مش عايز اكتر من كده. وانت يا حسن انت ما فكرتش مين اللي هيبسطك؟ يا عم انا مش عايز حد يبسطني، والله ما عايز حد يبسطني. انا دعاء ابويا وامي بالدنيا واللي عليها كلها خير. ده حدش قال حاجه يا حسن. استغفر الله العظيم. انت ناوي تقول لابوك؟ ما ينفعش طبعا. تقول له ايه ده يروح فيها؟ بس انا خايف منه الناس يرجعوا يكلموني. قولوا له خلي حسن يجي لنا بالورق بالشهاده. لا ما فيش شهاده، ده على الاقل لغايه ما نشوف لنا صرفه. شفت يا خال الورطه اللي انا فيها؟ انت ناوي تعمل ايه؟ والله ما عارف يا خال، شكلها كده ما فيش قدامي غير حل من الاتنين، ازور شهاده يا عم زي الملك بتاعك، اروح اقطع صباعي. صباح الخير، ازيك؟ الحمد لله. تعالى يا عم ابراهيم. خلاص يا ست الكل. بالراحه، استناني انا يا عم ابراهيم. حاضر يا ست الكل. ايه ده؟ هو انت مش عندك شغل النهارده ولا ايه؟ طلعت اجازه. طلعت اجازه؟ طب يا اختي شرفتي، الحمد لله على السلامه. راجل نجس يا ابن الصرمه، يا ابن ابراهيم. ايوه خش. حاضر. تعالى يا ابراهيم ركب لي الباب على الاوضه. حاضر. حتى ست ذكرى اكد لي على الاكرة. حاضر. الله، بتعملي ايه يا بنتي يا ذكرى؟ يعني هكون بعمل ايه يابا؟ بنركبه باب. احي اهو باب مردود شر مطرود. رايحه تشتري باب يا عين امك؟ طب يا اختي كنت اشتريتي حته غساله اوتوماتيكي بدل ايدين امك اللي باشت. غساله؟ مش لما نبقى ننضفه من جوه نبقى ننضفه هدومنا؟ يلا يا عم ابراهيم شهر. حاضر يا ست ذكرى. ما قلت اسف بقى، خلاص تعالى تعالى يا عم المقموص. تقفل السكه في وشي؟ بكره هعملها معاك. الله، ما انت مجنون. في حد يكلم حد الساعه 4 الظهر؟
احكي لي عملت ايه من غيري؟ قابلت فاتن. تحبك البنت دي شكلها بتحبك. اه بتحبني. عايز تتجوزها؟ لا طبعا، لا هي ولا غيرها. واساسا فكره الجواز كلها مش في دماغي. احسن اوعى تتجوز. ليه؟ عارف يا علي الناس بتتجوز ليه؟ بتتجوز عشان بيحبوا بعض. لا كلام افلام. الناس بتتجوز عشان تضمن انها لما تموت ما تبقاش لوحدها، يبقى في حد جنبها. يا سلام، ايه الانانيه دي؟ دي مش انانيه، ده حقيقه يا علي. انك تحب حد او ترتبط بحد ازل من لازم فجاه يروح وياخد روحك معاه. انت بتتكلم على ايه؟ عن الموت ولا عن الحب؟ الموت في الحب، انك ترتبط بحد قوي تحبه قوي فجأة يجي الموت ياخده منك. ده حقيقي، الموت ما بيستناش حد، بيجي فجأة بياخد اي حد بتحبه او ما بتحبوش. ياما ناس اتجوزت ودفنت عيالها هما لسه عايشين. عايشين ميتين يا علي. انا مش فاهم حاجه ولا عمرك هتفهم حاجه. انت لا بتعرف تكتب ولا بتعرف تالف ولا بتعرف حاجه خالص. صحيحكم عارف انت هتفهم انت لما تحب. اما عامله لك شويه شاي حسوكه يستاهلوا بقك عنب. تسلم ايدك يا ام حسوكه. تسلم يا حبيبي. يا حسن مالك؟ مش عوايدك يا ضناي. في الميعاد ده بتبقى يا اما في السيرك مع صاحبك يا اما في المينا. عادي ياما زهقت، تغيير يعني، زي ما كل حاجه كده حوالينا عماله بتتغير. ما هو التغيير مش وحش برضه. بس انت في جواك حاجه ومخبيها عن امك حبيبتك. المينا مش كده؟ مش عارف اقول لك ايه، ايوه يا ابويا كل ما يشوف خلقتي يقطمني، عايز نمشي واسيب المينا باي شكل مش عارف ليه. معلش يا حسن، ابوك يا ضنايا عايز يشوفك احسن واحد في الدنيا. يا ستي ما انا عارف، بس حطي اي حد مكاني. ياما المينا دي انا اتربيت فيها، لعبتي اللي ركبتها وفكيتها من وانا صغير. ده انا عشرت المراكب والناس اللي فيها اكتر من اي حد. امشي النهارده واطمع في شغلانه ثانيه. لا اله الا الله، هو عايز يعني اللي يرقي نفسه يبقى طمعان؟ الله، طب ما انا معايا شغلانه، اروح ادور على حاجه ثانيه ليه؟ يا حسن يا ضناي، ابوك ظهره انحنى من شغل المينا وشقي وتعب. ياما ما انا قلت له مليون مره يبطل شغل بقى ويريح نفسه. كل واحد بياخد نصيبه يا ضنايا. ونصيبه ان هو يفضل عايش في التعب والشقه ده طول عمره. هو هتقول له كده عشان يسعد؟ لا يا اختي ما تخافيش، مش هقول له. ما انت اخرى عامله زيه مكفيه على المكنه ليل نهار، ما فيش مره تقولي لي يا حسن تعالى وديني السيرك يا حسن. الا بالحق ما توديني السيرك يا حسن. يا حسن يا ضنايا، ابوك نفسه يشوفك احسن واحد في الدنيا. كل زمايله جابوا عيالهم يشتغلوا في المينا، بس عيال كسر بقى مش ملحلحة كده زيك، ما معهمش شهادات عالية زيك يا حبيبي. نفسه ومنى عينه يقف وسط المينا كده ويقول بعلو حسه، أنا ابني مهندس قد الدنيا وما اعتمدش على حد. كتير عليه ده يا حسن. لا يا عم مش كتير عليه. بس في حاجة تانية بقى يا ابن بطني مخبيها عني ومش عايز تقولها لأمك حبيبي. بصراحة أما كده أصل في حاجة كده عايز أطلبها منك، بس مش عارفة تخدميني ولا لأ. عيني يا حبيبي. معلش معاكي 200 جنيه. تعالي بس أنا بهرج معاكي بختبرك، بشوفك هتطلعي معايا جدع ولا لأ. يا حضرة العمر ابنك حيني ده حدفني بستافندي. تهدي هي ناقصاكي. حرام عليك يا فاطمة، هتفضلي مدوخاني لحد امتى؟ انت عايز مني ايه يا جدع انت؟ انا مش جدع، انا جدع، بس انا عايز اقول لك كلمتين. احسك حلو قوي يا فاطمة، بيسحر كده ويلبش الجد. هو ايه ده يعني؟ الله، وليها تاني كده؟ انت عارفة يا فاطمة؟
انا شفت كتير وقليل لما كنت في ايطاليا نسوان وحريمي يشيبوا شعر الزلبطي. بس وربنا شوفي وربنا انا عمري ما شفت في حلاوتك ولا في جمالك ولا في سحر حسك. فاطمه انا بحبك يا فاطمه، بحبك وعايز اتجوزك يا فاطمه. يا بنت انت وقعتي على ودانك وانت صغيره ولا ايه؟ ما تقولك مش انا اللي بقول في الحاجات دي يا عبد المعطي. عبد المعطي كمان عارفه اسمي. طب انا عايز اقول لك كلمتين كده من اللي في نفسي نواحيكي. بقولهم لابويا بردك. هقولهم لابوكي مسلحي المصد دي هقول له وحشتني وعايز ابوسك من بقك. ده ايه النيله دي يا ساتر؟ صباح الخير يا ابطال. صباح الخير يا حسن. انا عندي عطل في التربينه الرئيسيه. اوكي هبلغ الشركه فورا. شكرا. صباح الخير يا ورد. صباح الخير. قلبت عليك الدنيا لحد ما لقيتك هنا. مالك يا حسن؟ مالي يا ورده؟ ما فيش حاجه، انا زي الفل. في ايه؟ حسن في ايه يا حسن؟ احكي لي. احكي لك ايه؟ ما فيش حاجه يعني، لو في حاجه يبقى مشاكل عاديه، مش عايز اوجع دماغك. بس ما فيش حاجه، انت ايه اللي بيخليك تقولي كده؟ رأي حسن، هو انا غريبه عليك؟ يا حسن انا ورد، انت بتقعد معايا وبتبقى مش معايا خالص، دماغك في حته تانية. في ايه بقى؟ انت في حاجه جواك مخبيها؟ اخبي ورد؟ مفيش حاجه، انا كله تمام. قولي لي انت اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. عمك محرم خلاص اتصل وقال ان هو هيجي بالكتير قوي كمان اسبوعين، وهي فرصه تقعدوا تتكلموا مع بعض بقى ونخلص يا حسن. طب كويس، خير ان شاء الله. انا كنت بحسبك هتبقى مبسوط اكتر من كده. انا اكيد فرحان طبعا، بس انا كنت شايف ان احنا يعني ناجل شويه احسن. ليه حسن؟ أبدا يا ورد، يعني كنت عايز اظبط شويه حاجات، يعني نبقى مرتاحين لما بنتجوز، يبقى مفيش مشاكل، كل حاجه ماشيه كويس. يعني ما انت خلاص ان شاء الله هتتخرج رسمي اهو، والشغل بتاع القاهره ان شاء الله يجي لك. وبعدين يا سيدي حتى لو ما جاش انت شغال في المينا، في ايه بقى؟ ايه المشكله دلوقتي يا ورد؟ مفيش حاجه، حاجات عاديه ولازم تتظبط. خلاص بقى يا ورد. خلاص يا حسن اللي تشوف. وانا قلت ايه غلط؟ في حاجه بينك وبين شوق يا حسن؟ انت في حاجه بينك وبينها صح؟ شوق؟ ايوه شوق يا حسن. انا شفتك انت وهي وانتوا عمالين تتكلموا مع بعض على السلم، وقلت لها نفس الكلام يا حسن، وقلت لها ان انت هتظبط امورك معاها الاول صح؟ شوق مين يا عبيطه؟ انت مصدقه اللي انت بتقوليه؟ يا بنت انت، وانت في غيرك في قلبي حماره؟ طب فاهمني انت، انا فضلت كتير قوي قاعده وساكته ومستنيه، ولا هيفهمني هيفهمني ولا نطقت ولا قلت حاجه. يا حسن في ايه بينك وبين اللي اسمها الشو ديت؟ ده حتى اتجوزنا عاوز تاجله يا حسن. يا بنت اهدي يا بنت اهدي، افهمك على كل حاجه بس كله بقوانا. اهدي بقى، شو مين يا عبيطه انت؟ تعالي تعالي يا عبيطه، تعالي. شو يا هبله؟ والنبي يا دكتور. ايوه قال الدكتور امشي بسرعه. والنبي يا دكتور. اتفضل يا ام. انا عندي فيروس سي. ايوه وبعمل اقرار علاج، وعشان يكمل لازم حد من الدكاتره اللي هنا يكشفوا عليا ويحولوني اعمل تحليل، واخد التحليلات دي كلها واديها الاداره. يا ما كشفتيش ليه؟ ما حدش راضي يكشف عليا يا دكتور. واحد قال انا ما بكشفش عليكي عشان انا بكشف على الطوارئ. أيوة. والتاني سابني ومشي وخرجني بره وقال لي انا خلصت نبطشيتي خلاص، وانا مشواري بعيد يا دكتور، وعشان اكمل كده لازم اجي تاني عشان اخد القرار. حاضر يا حاجه، انت استني شويه، ده مش تخصصي. عايز حاجه علي؟ الحمد لله الحمد لله. في حاجه دكتور؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل وعايزه بس علي. عندي بريفت مع الدكتور سعيد وانت عارف ما برحمش في التاخير. ان شاء الله مش هتتاخر 10 دقايق. بص بص هي عايزه ايه؟ بس عايزه مني يعني؟ انت مش مدير المستشفى وكمان مش من حقك تقول لي امشي ولا استنى. ارجوك انا عايز امشي. لا من حقي اقول لك كده. وانا من حقي امشي اشوف اللي ورايا. لا مش من حقك، من حقك تعالج الست دي. العيني مش من بقيه اهلك يا علي. من بقيه اهلي. فين خاتم؟ على كانوا قدام العينين ولا ايه؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل وعايزه اي حد يكشف عليها. وانا خلصت ولازم امشي، عندي برايفت مع دكتور سعيد. امسك يا استاذ، شوف الست عايزه ايه، لو مشيت من غير اذن هحولك التحقيق. اتفضل.
حاضر يا دكتور. اتفضلي يا حاجة. السلامة يا أمي. عندي برايفت مع الدكتور. علي تعالى معايا عايزة. حاضر. أنا عايزاك تغيري لي كل ده، الزيتي هنا والأورنج هناك. ذكرى. ذكرى. تعالي هنا. مالك؟ مش مركزة ليه؟ أنا شايفاكي من بدري. في حاجة حصلت؟ لا خالص يا مدام. بس أنا آسفة يعني يمكن أكون سرحت ولا حاجة. خلي بالك من شغلك. أنا عرفت اللي حصل مع أكرم بيه. كنت فاكراني مش هعرف؟ بس أنا ما قصدتش حاجة. أنا بس اتفاجئت لما لقيته 200 جنيه. فقلت يمكن مش واخد باله من الفلوس. ليه؟ عمرك ما شفتي حد معاه فلوس ونزيه؟ ولا كنتي فاكراها هيديكي 5 جنيه زي الزباين بتاعت المحلات اياها اللي انت جايه منها؟ يا مدام انا ما قصدتش حاجه. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا لقيتني جاريه وراه برجع له فلوس بس وانا ما اقصد حاجه. بعد كده تحسي لان دي قله ذوق. بس بعد الموقف ده انا شايفه انك امينه وعايزه تستمري في المكان. يعني حضرتك مش زعلانه مني؟ شوفي شغلك ولما يحصل موقف زي ده ما تتصرفيش من دماغك، ترجعي لي في الاول. حاضر حاضر يا مدام. اما نشوف هتفضلي على امانتك دي لغايه امتى. شوفي شغلك. لا طبعا مش مجدي. التظلم بيفيد بس بفتح الباب قدام اعاده النظر في الاجراءات مش تغييرها يا حسن. ما ده المطلوب يا متر، نفتح باب الاجراءات من تاني. اول حاجه نتيجه الكنترول حتى لو مش معتمده تثبت ان انا حضرت الامتحانات وما تخلفتش. حسن تاني حاجه محضر التعدي متلفق ده احنا ممكن نعيد النظر فيه والتشكيك في امره. يا حسن يا حسن افهم الموضوع مش بالبساطه اللي انت متخيلها. انت مش مفصول عشان خاطر اتخلفت عن نتيجه الامتحان علشان تفتكر ان نتيجه الكنترول هتبرأك. انت مفصول عشان خاطر محضر التعدي وده ما ينفعش فيه اعاده النظر وده اجراء مبطور. يعني مفيش خطوط نجري وراها. واحد ضرب واحد وفي شهود على كده. خلصت. ايوه بس دول شهود زور. شهود زور. وعشان كده المحضر ما فيهوش ثغرات، عارف لو في شهود حق كنا قدرنا نشتغل عليه. يعني شهاده الحق بتموت وشهاده الزور هي اللي بتنجي. ندمان يا حسن؟ ندمان؟ ندمان على ايه؟ انك شدت بالحق مع المريض. لا طبعا. انا ما ندمش لو جبت حق حد، بس اموت لو ما عرفتش اجيب حق انا. طمن يا حسن وما تقلقش. انا هرفع قضيه على الدكتور عزت وعلى رئيس القسم بصفته وبشخصه. وعلى عميد الكليه كمان بصفته بشخصه عشان كلهم وقعوا قرار الفصل التعسفي عليك وده مجرد اجراء تخويفي وتوقيع صحابه فيه وده الاجراء الوحيد اللي اقدر اعمله في الوقت الحالي. ماشي يا فانك والنعمه اللي اقول لامك. قاعد انت هنا مروق على الاخر يا عم. روح الله في يا عم. صباح الفل يا بعض. فل ازيك. ايه اللي جابك النهارده؟ مش اجازه ولا ايه؟ نازل لنا طوارئ يا عم عشان مركب واحد من الكبار طالعه ولازم ورقها يخلص. خدت بالي برضه. ابوي عامل مشاكل مع العتالين، قريت الحوار. الرئيس رشيدي في الشغل ما اعرفش ابوه. ولا ابنه وحياتك. ساقع على طوب الارض، عايز نمشي واسيب المينا. قلت لك يا صاحبي، انت اللي مش عايز تسافر. يا ابني اسافر اروح فين؟ يا زيك انا لو سبت البحر هموت. عارف يعني ايه؟ البحر ده عالم تاني. عالم ملوش اول من الاخر. لو عشيته هتتسجن فيه بضرك مهما يعمل فيك مش تزعل منه. حتى لو زعلت منه هيرجع يراضيك تاني ولو فرحت بيزود لك فرحتك نسبة هوا. بس مشكلة زيك انه غدار ممكن يحول لك كل حاجة لنوى في غمضة عين. وربنا ابوك عنده حق. انت البحر جننك. صح يا زيك. انا البحر جنني فعلا. يلا 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 صباحو.
عمرك وانت بتحب تلعبي مش عايزه تكبري ابدا. ربنا يخليهولك يا رب. على فين كده؟ اعملي السمكايه. معلش بقى عندي معايا. يلا مع السلامه. مع السلامه. برضه يا حسن مش عايز تقول لي الملل؟ قلت لك برضه مفيش حاجه. شويه مشاكل وتعدي وابقى احكي لك. انت مش عايز تحكي لي يعني مني عبيطه زي ما انت بتقول وبعمل حاجات كده تزعلك مني من غير مقصود؟ طب وحياه حسن عندي انا ما بيبقى قصدي. والله انت عبيطه فعلا. يا بنت انا عمري ما زعلت منك. لا. انا عارفه ان انت بتعمل كده عشان انا صعبانه عليك. بس والله العظيم يا حسن انا اللي بعرف اكل ولا نام ولا اشرب ولا اعمل اي حاجه طول ما انت كده متضايق. حتى حسن عليك ما بقتش صافيه زي الاول. وانا متاكده كمان ان انت لما بتقعد تضحك بتضحك كده بس عشان ابقى مبسوطه وما تزعلنيش. النبي حقك عليا. يا بنت ما فيش حاجه قلت لك. شويه مشاكل الورق بتاع الكليه على الاعفاء بتاعت الجيش شويه مشاوير وهتخلص وخلاص ما فيش حاجه. يعني انت يعني ما انت زعلان عشان يعني شكيت فيك في الموضوع شوق؟ يا بنت شوق مين؟ يا بنت انا عليا ما بتشوفش غيرك انت ومات الكلام على كده خلاص. يعني انت خلاص بجد ما انت زعلان؟ يا بنت انا اصلا مش زعلان منك والله. يا عبيط. Bonjour, Excellent. Bonjour, يا صالح. هو أنا مش هخلص منك أبداً؟ حتى يوم أجازتي جاي للبيت ما ينفعش أخد يوم واحد أجازة من غير ما أشوفك؟ برنس غصب عني غصب عني. أوكي. بس الحكاية زادت عن حدها. بلغني إن فؤاد شكري إيده طولت تاني على حصتنا. وعلشان ما اتحركناش المرة اللي فاتت بدأ هو بنفسه يلسم بالكلام ان خلاص كلها 2 سنتي وراسه بطول راس سعادتك. وبعدين؟ النوع ده يا اكسلانس لازم له قرصة ودن. وده وعد مني برومس النهاردة قبل بكرة اقطعها له اعور له ودانه الاتنين. بس سعادتك اديني الاسم. ولما تقطعها له وتعور له ودانه الاتنين يسمع الكلام بإيه؟ بعدين ما أنت عارفني يا صالح أنا ماليش في الأذية. والحل يا إكسلانس؟ أنا أقول لك الحل إيه؟ بص هو فؤاد شكري راجل طيب، طيب زيادة عن اللزوم. مش عارف إن كل اللي حواليه هم اللي مغرقينه. عشان كده سيب دماغه طول دماغي. خليه يفرح بيها كام يوم. وبعد كده نطير له دماغه بودانه الاثنين ويبقى كده احنا ما اذيناش حد. اكسلانس صحيح. يعني انا ما بتش فاهم حاجه. في امل ولا ما فيش امل؟ الامل دايما موجود. انا رفعت القضيه ومشيت في الاجراءات بس لازم. بس ايه؟ ما تقوليش بس، اتكلم على طول. شوف يا حسن انا هكون صريح معاك. احنا خدنا خطوه في القضيه دي والخطوه دي صح 100%. وهتوصلنا اللي احنا عايزينه. بس المشكلة مش في النتيجة. المشكلة في وقت القضية نفسه. بقول لك يا متر، من غير لف ودوران، أنا وضعي إيه بالظبط فهمني؟ المحاكم فيها 100,000 قضية من النوع ده. أنت عارف يا حسن القضايا دي بتقعد قد إيه؟ مش بتقعد يوم ولا يومين زي ما أنت فاهم. القضايا دي بتقعد سنين. يعني ما أنت عارف كده. بتخليني أرفع قضية ليه؟ بتشتغلني يعني؟ أنا كل حاجة بتروح. مستقبلي بيضيع. أهلي اللي عايشين يحلموا يشوفوني مهندس، أقول لهم إيه؟ أقول لأبويا إيه؟ أنت عارف اللي حصل ده معناه إيه؟ فاهم لا مش فاهم. أنت على فكرة هتشوف لي حل. وهتشوف لي حل دلوقتي كمان. مش الحل الواحد إن أنت تراضي الدكتور بتاعك ده. يعني إيه؟ عايز نروح له؟ إذا كان رحت له قبل كده وطردني، أمال بعد ما رفعت عليه القضية هيعمل معايا إيه؟ هو لازم دلوقتي أعصابه تكون هديت، وهيقدر يناقش معاك الموضوع، وهتوصله الحل. بقول لك إيه يا ابني؟ أنت مش هتخسر أكتر من اللي أنت خسرته.
جرب وشوف. صامي كفايه انت متعرفش تلعبها. خليك في كورتك انت، خليك في كورتك. هو انت شايفها اصلا؟ مش باينه الكوره، مش واضحه خالص. بقول لك ايه؟ طب ما تيجي مكاني، يمكن المكان ده غلط. يلا يا بابا يلا. ماشي. ايوه اكيد هقابلك هناك، احنا ما بقيناش نتقابل الا في المناسبات دي. خلاص اوكي. تشاو. هو احنا مش ميعاد لهم نجي؟ بليز يا مامي، عايزه مع بابي شويه. مش هينفع كده. هو ايه اللي مش هينفع كده؟ انك تفضل معطل الولد من اول ما تدخل البيت، وانت عارف ان عنده تريننج بكره الصبح. طب ده تريننج بكره الصبح، احنا النهارده بالليل، وبعدين انا من حقي اقعد مع ابني شويه، انا ما بشوفوش. يلا يا مارو اتس بيد تايم. شويه مارو، نسمع كلام مامي. يلا تشرب معايا درينك. درينك؟ طب ما انا عندي فكره تانية احلى، بدل ما نشرب درينك هتيجي ناكل حاجه او حاجتين، مش دي فكره احلى؟ للاسف يا حبيبي عندي شغل ان شاء الله. باي روحي. وانت فاكر كده بقى يا حبيبي انك لما هتيجي تقعد تتحايل عليا، ده هيخليني ارجع في موقفي. انا برضه هتنزل على القضيه، وفي الاخر برضه انت مش هتستفيد حاجه. هتنزل عن ايه يا حبيبي؟ متاخر قوي. وبعدين هز طولك يا حبيبي وقوم اقف وانت بتكلمني. اوه اسمع بابا، اللي انا عملته معاك ده مجرد قرصه ودن، قلت اسيبك كده يومين ثلاثه تفكر، يمكن العقل يرجع لك في دماغك تاني وتعرف حجم الغلط اللي انت عملته، ساعتها بس كان ممكن افكر ان انا راجع موقفي. هو ايه الغلط اللي انا عملته؟ غلط ايه؟ أولاً حضرتك افتكرت إن أنت اتخرجت لمجرد إنك نجحت، مع إن النتيجة لسه تحت إيدي، وبعد كده رايح تحط إيدك في إيد محمود عشان تتحداني بيه، وغلطت لما فكرت تروح المحاكم. أنا ما روحتش محاكم يا دكتور، أنا ما روحتش محاكم، أنا مش عايز حاجة غير حقي وبس. أنت مالكش أي حق أصلاً، أنت أساساً ما دخلتش كلية هندسة، أنت مجرد عملت محاولة وفشلت، والفشلة من أمثالك بينتهوا عندي هنا. أنا مش فاهم أنت بتعمل معايا كده ليه؟ ده أنت مفيش مرة طلبت مني حاجة غير لما بعملها لك على طول. ده انا بكلمك مستقبلي، عارف يعني ايه مستقبلي؟ مستقبلي ايه يالا؟ المثل بيقول لك لما الريح تكون اعلى منك لازم تتطيلها. وحسن رصيدي ما بيططيش لحد. لا هتطاطي، وهيحصل لك اكتر من كده لو ما غرتش من قدامي دلوقتي. اقول اروح فين انا؟ اقول اروح فين؟ بتكلم مين؟ ما بكلمش حد، انت بره. يلا يا جماعه كلنا نقول لمدام ايفين كل سنه وهي طيبه. سنه حلوه يا جميل. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا إيفين، سنة
تقولتيش لحبيبتي؟ اقعدي اقعدي. ازيك يا علي؟ اهلا يا فاتن، ازيك؟ الحمد لله تمام. مندي مندي مش عارفه. كنت عارفه انا عليك هنا. تحبي تقعد مع مدام ايفين؟ طبعا. خير في حاجه؟ بصراحه كنت مخنوقه شويه عشان كده عديت عليك وقلت مش هعرف اكلمك في التليفون. ايه قولي. اصل عليا ولبنى كانوا بيتكلموا معايا امبارح بيقولوا لي هو انتوا متخانقين؟ فقلت لهم لا. احنا قصدك انا وانتي؟ اصل هما بصراحه بيقعدوا يسالوا كده اسئله غريبه جدا، يعني كانوا بيقولوا لي هو انتي ودكتور علي في حاجه ما بينكم؟ وانا اصلا في تاتش بيني وبين لبنى من فتره، يعني هي بني ادمه سخيفه جدا وبتقعد تقول الكلام كده هايف وملوش اي لازمه. انا سخيفه؟ اصل احنا اخر اتنين ممكن الناس تتكلم عنه، احنا ما بنقعدش اصلا. اقعد. لا ما انا هروح عشان سايبه القسم لوحده يعني. اذنك. واقروا الفتحة لابو العباس اسكندرية يا أكبر. ايه اللي انت ليه؟ ايه اللي انت ليه ده؟ ايه يا عم جمعة بدندن؟ بلاش ادندن يعني؟ واللي انت بتعمليه اسمه دندنة؟ ده اسمه عازم نجدين. قال دندنة وكل واحد يمسك العود يدندن؟ ماشي اتريق عليا يا عم جمعة براحتك اتريق. مش أحسن من الهم والغم والقرف اللي احنا عايشين فيه؟ يا بت أنا قلبي عليك. الدندنة اللي انت مسميها دندنة دي هتزود الهم والغم اللي انت بتشتكي منه. شوف يا نعمة بنتي، العود ده خلق تاني من خلق ربنا. صحيح هو صوته مش حي، بس صوته استغفر الله العظيم يعني يحيي الميت. احيا عليا وعلى سنين السودة. عود ايه ده يا عم جمعة اللي يحيي الميت؟ ويحيي ليه؟ سيبه نايم ومرتاح في تربته. دور الباقي علينا احنا اللي عمالين نتنطط من الاوضه دي للرصيف ده، من القطر اللي طالع ده للقطر اللي نازل ده، مش لاقيين حتى التراب يحن علينا زيه. خش عليك يا بنت، وعم جمعه راح فين؟ ده انت الخير والبركه كلها يا عم جمعه، ربنا يخليك ليا يا رب. بس انا عايز اعرف يعني هو اللي زيك في الدنيا ده قد ايه؟ واحد؟ اتنين؟ يا عم جمعه الناس من كتر همهم ينسوا الطيبه اللي فيهم، واحنا احنا شغالين مرمطون خدامين عند اللي يسوى واللي ما يسواش. لا لا ما تقوليش كده، مفيش حد يا بنتي خدام عند حد، كلنا بنخدم بعض، واللي بتقدميه النهارده باليمين بيرجع لك بكره بالشمال. في الاخر الحكايه كلها لقمه تعيش. قصدك اللقمه المر الدونك اللي احنا بندفعها مش كده؟ الله ده انت معبيه قوي بقى. ارمي الحمل يا بنتي على صاحب الحمل اللي خلقه وقسمه على دار خلقه. وقف في لحظه تفتكر ان ربنا خلقنا كده ورمانا في الدنيا وخلاص وقالنا نروح وكل في بعض؟ لا، قبل ما نتولد مكتوب على كل واحد فينا ساعته شايل. سيب بني ادم مننا بقى بيستقرب يفتح طول عمره يدور على ساعته بس وبيلقى؟ ميلقاش الآن لأنه ما بيرضعش، بيفضل قاعد مستني مستنظر نايم نايم عايز يسمع إمتى. فهمني يا عم مصلحي. عم مصلحي قلت ايه يا عم مصلحي؟ قلت في ايه؟ في ايه يا ابني؟ انت بقالك ساعتين عمال بترغي كده بتقول لي في حواديت مانيش فاهم منها ايتها حاجه. هو ايه المطلوب بالظبط؟ ماني جاي لك في الكلام يا عم مصلحي، اللي فات ده كله كان مقدمه بسيطه. طب يا ريت تخش في صلب الموضوع على طول من غير لف ودوران يا عم مصلحي. اني نويت اكمل نص ديني ومش هلاقي نسب احسن منكو اكمل به نصه، وانتوا كمان مش هتلاقوا ابن كرم واصول زيي. نقرا الفتحه. فتحه ايه يا ابني وقفله ايه؟ الكلام في الموضوع ده يا ابني لازم ما يتاخدش قفش كده.
مش لازم الاول نعرف انت ناوي تشتغل ايه بعد سفريتك اللي خير بالدي وجيت منها زي ما روحت. يا عم مصلحي دي بلد لتاته ومرهومش غير الكلام. اضحك عليك يعني واقولك انني اللي رجعت؟ لا انا اتعكشت زي ما بيقولوا. او نصيبي كده اعمل ايه؟ اقعد هنا بقى ولا اشتغل ولا اعمل ايه يعني؟ تشتغل هنا طبعا، بس يعني هتشتغل في ايه؟ في الجلي. نعم. هو ايه اللي نعم؟ هتعمل لي فيها معلق رياضي؟ مش عارف الجلي؟ مش عارف ان انت مزارع؟ عارفها يا ابني عارفها. ايوه بس يعني هتشتغل ايه في الجلي؟ هتلمها من ورا البهايم واصدرها كمان. اخويا عبد العال بيقول لي انها شغلانه حلوه قوي في ايطاليا ونفسك معانا بقى. نفسي بس يا ابني هو ما بسش انت يا راجل يا سكر انت، ما بسش ولا اي حاجه، انا جاي وقاصد خير وبنتكم مش هبهدلها معاي. وبعدين ما تعتلش هم كفه لوازم شيء الجواز، انا عايز بطنه ببقجه هدومها، وان ما عايز بقجه تيجي بهدومها في ايديه وانا هتصرف. ها قلت ايه يا ابني؟ انا ما قلتش حاجه، بس الاصول بتقول ان لازم الحاجه والدتك تحضر كل الكلام ده عشان يبقى الكلام على نور. امي لازما يعني؟ ايوه لازما، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ماشي حبيبك انا عم مصلحي. يس ايه سألت لما شفتني؟ تعال عم تعال يا دكتور. انت اللي زعلان؟ ده انا اللي مفروض ازعل. علي انا قلت الصراحة، انت ما بتفهمش وما بتعرفش تتكلم يا اخي. على اساس ان دي حاجة ما تزعلش. ايه اللي زعل؟ انا قلت لك الصراحة، فكر في اللي قلته علي، غير من نفسك يا اخي. حاضر يا دكتور هغير من نفسي. تشرب ايه؟ اي حاجة هشرب ايه يا سايكو؟ اتنين بيرة. نعيم يا استاذ ما تخلي، مع الف سلامة، بعمل حسابك المرة الجاية ان الحلقة غلي. يا رئيس رشيدي يا ابو حسن. السلام عليكم يا عم عطيه. وعليكم السلام، ما تتفضل تنورني حبه في الدكان اهو البركه، ونتكلموا مع بعض كلمتين. لا معلش اصلي دماغي مشغوله حبتين. يا راجل دول كلمتين وبس، احنا المعروف موصول ما بيننا من زمان، ماشي بس الشيطان الله يخرب بيته هو اللي حشر نفسه ما بيننا في النص. مشطان الا بني ادم يا عطيه لما يحود عن الصح وما يفكرش الا في نفسه بس. صح برضك انك توقفني في مصلحتي تاني؟ هنرجع نعيده تاني يا عطية؟ تاني وتالت وبالهداوة. هيعمل ايه يعني حتة دور زيادة في بيت زي ده؟ عافي ومتين. لا هيعمل كتير يا عطية، هيجيب علي البيت ده وطيه، وساعتها مش هنلاقي لا نصيب في لمنا ولا مكان، ده إذا خرجنا أساسا من تحت الأنقاض. ولا ما قلتلكش شيء؟ مش أنا رحت الحي وقابلت أكبر مهندس هناك قال لي اطمن يا أصل عطية، البيت اللي أنتوا فيه ده يستحمل، أساساته سليمة. كمان أروح بيت ليه؟ ما الراجل صاحب البيت ذات نفسه مش بمانع. طبعا مش بمانع، ما انت لو رميت له قرشين هيجري عليهم زي الكلب لانه مش عايش معانا في البيت، مش هيطربع على دماغه. انت محموق قوي كده ليه؟ انا عايز افهم، انت ورثه؟ انت حي الله زيك زي واخد لك فيه مطرح بالايجار. انا لحد دلوقتي مش عايز اعمل حاجه تضايقك، مراعي العشره والجيره. ما تزعلنيش منك يا رشيدي، لحسن انا لما بزعل بزعل. ماشي يا عطيه، أنا عايزك بقى ترمي العشرة والجيرة دي ورا ظهرك، ماشي؟ وقسما عظما طوبة واحدة هتتحط فوق البيت ده أنا هوريك أنا هعمل فيك إيه. يومين اللي فاتوا قطعت جزء كبير في كتابتي للرواية، بس بعد ما بصيت على اللي كتبته ما حسيتهوش، ما عجبنيش، فحذفته كله. مش هنا المشكلة، المشكلة فاتن.
البنت دي بتتعامل معايا كأنها حقيقة من حقائق حياتي. انت عارف لو طلبت مني طلب وقلت لها ما اقدرش، او طلبت اني اخرج معاها واعتذرت، بتحسسني ان جوزها اللي سايبها تمشي في الشارع لوحدها وسط المتحرشين. البنت دي هتقفلني من فكرة الجواز عموما. صاحبي لا فرح في جواز ولا في طب ولا في كتابة ولا في حاجة خالص، ده فرح في الرغي. انت زعلت مني ليه؟ علي لما اكون مستعد اني اتكلم هتلاقيني بتكلم يا علي. حاضر. طب وبعدين؟ فعلاً؟ إيه اللي ها؟ جري أكرم، أنا جاي أقعد معاك وأتكلم معاك ولا كل واحد كده مع نفسه سايبيني؟ ده كلام برضه يا ست الكل، ده أنت تأمري، بس أنت عارفة بقى الشغل ما بيرحمش. زمان كان الواحد بيشد فيشة التليفون ويريح دماغه ومحدش يعرف يوصل له، بس دلوقتي خلاص مش عارف أروح منه فين. تروح لي فين لما كنت بنيجي ونقعد ونتكلم ونرغي ومراتك تزعل وتقولك انت واخده اكرم مني وانت تطلع منها؟ ومين قالك بقى اني كنت بطلع منها؟ كنت بتروحي من هنا كنت انا بشوف الوش التاني على طول. اكرم نور لها وش تاني؟ انت بتسألي ولا بتتأكدي؟ يا حبيبي انا طول عمري بعاملك على انك ابني مش جوز بنتي، وانت عارف كده كويس. عارف طبعا ومصدقه جدا، بس انت ليه بتقولي كده؟ انت شايفاني اتغيرت؟ شايفه وسامعه. شايفه وسامعه، يبقى لسه بتشتكي لك. كوكي انا عمري ما هاجي عليك علشانها، بس انا شايفه انك اتغيرت فعلا مع مارو ومعاه حتى مع نفسك. ماما انت عارفه نور بالنسبه لي ايه؟ نور هي حياتي وروحي وعمري وكل حاجه ليا في الدنيا. اقول لك على حاجه، انا بتحرك وانا حاطط سعادتها هي ومارو قصاد عينيا، بس اكتشفت بقى ان في اوقات كتير جدا بتبقى سعادتها دي عباره عن عربيه، سفريه، طقم الماز، وانا لو اهتميت بالتفاهات دي ابقى حلو وجميل وامور وقريب، لكن لو اهتميت بقى باللي بيدفع تكاليف الحاجات دي ابقى وحش وبعيد ونسيها وكل الحاجات اللي بتصدع بيها دماغ حضرتك. استنيني ارد عليك اقول لك ايه. انا مش عاوزك تقولي حاجه، انا عارف اللي انت عايزه تقوليه كويس قوي، بس اللي انا فيه ده كله عشان مين؟ ما هو عشان هي ومارو. انا وهي زمان اتفقنا على اتفاق إننا لازم نبقى حاجة، وبالتالي أنا كنت على قد المسؤولية ووصلت لأكتر من اللي حلمنا بيه، بس هي بقى للأسف بحس كتير قوي إنها واقفة بعيد لوحدها، الدنيا كلها بتتغير من حواليها زي ما هي اتمنت بالظبط، ومع ذلك مش عاوزة تخش بجد. مفيش حاجة ببلاش، يا إما نبقى على قد مسؤولية اللي إحنا عاوزينه يا إما نبطل نعوز. صباح الخير. الواحد لما بيصدق في حاجة قوي وبات يحلم بيها ما بيشوفش نفسه في غيرها أبدا، بتبقى خلاص كل دنيته بيحلم ويفكر ويتحرك على أساسها. يعمل ايه لو اضطرد منها وبص لنفسه فجأة في دنيا تانية ما يعرفهاش ولا عارف مخبيها له ايه؟ يعمل ايه؟ يلا الله حكم واللي كان كان. ابو علي صباح الفل. صباح الفل يا ريس، وشك ولا وش القمر، كنت مدي كلمة امبارح شكلك. ولا جريت تسيح لنا في المنع الصبح ولا ايه؟ خلاص يا عم انزل يالا. ده
صباح الفل. صباحو. صباحو. ولا انا قلت ان الحقوك هنا قبل ما تزوغ، انا عارفك مش هنعرف نجيبوك من الحته اللي تختفي فيها. خير في ايه؟ خير ان شاء الله، ربنا راضي عننا يا حسن. الراجل بتاع شركه البترول كلمني في التليفون وبيقول لي عايزك تروح له بالورق بعد يومين. اخيرا حلمي هيتحقق يا رب. طب كويس الحمد لله. ايه مالك في ايه؟ ولا مالي، مفيش حاجه. لا شكلك كده مش مبسوط. ده انا قلت اول ما هنيجي ونقول لك الخبر دوت هتطير من الفرح وتتنطط. مفيش حاجه حاجه. طب هو الراجل ده ما قالكش ميعاد امتحانات اختبارات؟ امتحانات ايه واختبارات ايه؟ هو عايزك تروح زي ما انت كده بعبلك. خلاص انت فاضل لك تكه وتتعين. هو مش عايز منك حاجه خالص، هو متكفل بكل حاجه. يعني كله ماشي كويس، مفيش مشاكل خالص؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه شكلك كده زي ما تكون غيرت رايك. لا خالص يا حاج، غير رايي في ايه؟ انا بس يعني بوزنها في دماغي شويه. هي دي محتاجه ميزان. بقول لك يا حاج، صلي بينا على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا شغال في المينا دي بقالي 10 سنين، الواد زيكا كلمني حد في الهيئه، هتعين على كادر مهندسين. تاني يا حاج اسمعني بس يا حاج، اسمعني مش بس كده، ده هيركب لي ال 10 سنين اللي اشتغلتهم على الملف بتاعي، عارف مرتبها هيبقى كام؟ مرتب ايه؟ تاني مينا يا حسن؟ هو انا كنت باشقى واجري على كعوب رجليا لما حفل عشان خاطر اخلي لك قيمه في المينا ديت، عشان انت تفضل عايش في الطين ده هنا؟ يعني هي هتفرق ايه؟ مهندس هنا ولا هناك؟ ما كل واحد يا حاج. تفرق. تفرق عندنا يا اخي، مش عايزك تفضل هنا في المينا. وانت ما انت شايف المهندسين يعني بيعملوا ايه؟ بقالهم ايه؟ اللي بقالوا 10 سنين، اللي بقالوا 20 سنة، خدوا ايه في الآخر؟ زي ما هم. يا ابني اللي بيدخل المينا دي بيخرج منها على ظهره. مهندس بقى، عتال، مش هتفرق. كلمة وحطها في عقلك. الفرصة لما هتجيلك مرة مش هتجيلك تاني أبدا. خلاص بقى، اللي عايزه عملهولك، ما تضايقش نفسك. قوم عشان عندي شغل. قوم يلا. ولا يلا يا واد، ناقص تربية والله. اوكي. تشاو. انت جيت يا نور؟ هاي، امال مامي فين؟ مامي فوق مع مارو بيلعبوا مع بعض. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ما كنتش مسافرة يعني، ده الكوافير. الكوافير. ما كنتش عارف ان الكوافير بيتأخر قوي كده. ما تأخرتش، أنت اللي ما نزلتش، which is very weird. طب كويس والله إنك واخدة بالك إني بحاول أعمل حاجة مختلفة. أنا باخد بالي من كل حاجة. عارف، ودي أكتر حاجة بحبها فيك. بعرفك لما بتكذب عليا. أنا أكذب على الدنيا دي كلها، لكن عليك أنت لا. واضح إن كنت سايقة كان الشباك مفتوح. في كام شعرة يا تارو؟ عشان كده أمرتهم إنهم يجيبوا لك العربية اللي كان نفسك فيها، وباللون اللي أنت عايزاه، وبسواق عشان شعرك ما يطرش تاني. ساعة واحدة وهتلاقيها قدام باب البيت. حبك بقى حتة عربية؟ مش ده اللي انت عاوزاه؟ لا، أنا عايزاك أنت، عايزة اهتمامك. زمان ما كانش بيعدي ساعتين إلا وتسأل عليا. دلوقتي كل واحد بينام فينا ظهره للتاني، ما بقتش تسمعني إلا لو بطلب منك حاجة، ولا تكلمني إلا عشان تقولي لأ. أنا مش عاوزة حاجة، أنا عايزاك أنت يا أكرم، عايزاك جنبي زي زمان. هتطلع كبر موت من الجوع. حاضر أبو علي جاي. هتاكلي أحلى سمك فيك يا اسكندرية دلوقتي. أما نشوف. خش علينا بالمشوي. أي خدمة أبو علي. حبيبك يا كبر. تسلم ايدك يا ام كبو. واضح انت بتيجي هنا كتير، متوفين بيك قوي يا باشمهندس. امال ايه يا بت؟ هو انا هفق في اسكندريه ولا ايه؟ اوعى تقول كده، انت سيدي الناس كلها. طب كل. ما انا باكل اهو. بالراحة، انت طرمت السمك. حاضر يا حسن، بالراحة. عارف يا حسن؟
لما بتسافر بقعد افكر كده في الايام الحلوه اللي احنا قضيناها مع بعض ديت، نفسي افضل عايشه فيها طول العمر. يا بنت ما تفكرني الايام دي هترجع وتتعاد تاني. بجد تفتكر يا حسن؟ طبعا يا ورد، انا مش عايزك تخافي، عمر الخوف والقلق ما هيغيروا حاجه. ما انت عارف يا حسن انا طول عمري لوحدي، انت اللي عوضتني عن حنيه الاب. نفسي طول عمري افضل في حضنك واموت كمان في حضنك. تموتي يا بنت بعد الشر، ايه الكابه اللي انت فيها دي؟ كولي. الو مساء الخير، المهندس حسن الرشيدي معايا؟ انا المهندس يوسف حفني، والد المهندس محمود يوسف حفني المعيد في هندسه القاهره. اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ محمود حكالي عن وقفتك جنبه وعن الورطه اللي تعرضت لها بالسبب ده. يا باشمهندس انا ما عملتش حاجه، انا عملت الواجب بس. شوف يا حسن، احنا نتقابل في مكتبي، اول ما توصل للقاهره كلمني عشان اقول لك العنوان. في وظيفه انا شايف ان مفيش حد جدير بيها غيرك يا حسن. بجد يا فندم؟ ألف شكر يا باشمهندس. لا حاضر، ألف شكر، هجيلك يا باشمهندس. مع السلامة. مع السلامة يا باشمهندس. خير يا حسن؟ كل خير يا وش السعد عليا. أنا عايز أشيلك وألف بيك اسكندرية كلها زي العيال الصغيرة. رومي طب ما ناكل الأول على الأكل يا حسن. يلا أمشي بعدين.